السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن تحويل اللمبات المعطوبة إلى لمبات LED، والموضوع ده سبق وعرضناه في فيديو سابق، لكن اليوم في إضافات جديدة في الموضوع، وهنربط الموضوع بدائرة تغذية بدون محول Transformless Power Supply Circuit، ودي دائرة أيضا شرحناها في فيديو سابق. هتلاقي رابط الاتنين فيديو موجودين في الوصف أسفل الفيديو. هنبدأ على طول. في الفيديو اتكلمت بالتفصيل عن كيفية تغذية الدوائر وحساب قيمة المكثف، ممكن اللي عايز يرجع لكيفية الحسابات هيلاقي التفاصيل كلها موجودة في الفيديو، لكن اليوم بسرعة هنتكلم عن كيفية التوصيل مع LED. أساس الدائرة الكهربية كلها وهو المكثف. المكثف هنا له مقاومة سعوية، هنستخدم مكثف بيبقى مكتوب عليه 474-630 فولت، وممكن 400 فولت، وممكن 270 فولت، ولكن الأفضل 400 فولت أو أكتر. ما بين طرفي المكثف بنوصل مقاومة كهربية مقدارها 1 ميجا، ممكن 0.5 ميجا كمان، 500 كيلو أوم بين طرفي المكثف، بهدف إن هو يفرغ شحنته في حالة فصل التيار الكهربي حتى لا يصعق أي أحد، لأن المكثف بيكون مخزن شحنة. طيب، بنوصل على الطرف الآخر للتيار المتردد مقاومة ثابتة مقدارها 120 أوم. بنقوم بعملية توحيد التيار المتردد وتحويله إلى تيار مستمر باستخدام البريدج ريكتفاير. بنوصل طرف التيار المتردد مع المقاومة 120 أوم، والطرف الآخر للتيار المتردد بنوصله بالطرف المكثف. أصبح عندنا في طرفين موجب وسالب للبريدج ريكتفاير، هناخدهم ونوصلهم على مكثف التنعيم. قيمة المكثف بتكون 470 مايكرو فاراد، 50 فولت، وممكن 40 فولت. بنيجي بعد كده بنوصل مقاومة مقدارها 120 أوم أيضا مع الزينر ديود، بهدف تحديد التيار المار خلال الزنر حتى لا يحترق الزنر، لان الزنر بيكون حساس جدا للتيارات العالية، ومشكلة الدائرة دي كلها في الزنر لانه ممكن يضرب منك ويكون 1 واط. بنيجي هنا بنوصل اللمبة. لمبة الليد اللي انا استخدمتها دي موجودة عند الناس بتوع السيارات، كهرباء السيارات بيبقى عندهم ليدات بتاع اضاءة. طب الزنر قيمته كام؟ الزنر بتستخدم الزنر على حسب الليد بيشتغل على كام فولت. انا الليد اللي انا بتكلم عنه بيشتغل على بطارية السيارة 12 فولت، فانا استخدمت زنر 12 فولت. هذه هي الدائرة الكهربائية التي سنستخدمها في تغذية الليد. اما الشق الاخر من الفيديو هنتكلم فيه عن كيفية تحويل اللمبة الى لمبة LED من الداخل. تعال نشوف مع بعض الجزء العملي بتاع تجميع الدائرة الكهربية، يلا بينا. تعالوا يا جماعة نتابع الشق العملي. زي ما انت شايف، بعد ما طبعت الدائرة الكهربية على البرينتر، بضع كل قطعة الكترونية في موضعها، المكثفات والمقاومات والزنر والليد. هبدأ تجميع وهوصل المقاومة 1 ميجا مع أطراف المكثف 474 أو 434، مش هتفرق كتير قوي. وهقوم عملية اللحام. هوصل طرف التيار المتردد اللي هو الN مع سلك هيتوصل على طرف المكثف، وهعزله بعد اللحام بالهيت شرنك او انبوب العزل الحراري. وهوصل طرف المقاومة التانية بتاع داخل التيار المتردد مع احد الاسلاك. في ناس بتسألني، وطبعا العزل الحراري مهم جدا لان انت بتتعامل مع الكهرباء 220 فولت، فلازم تعزل كل سلك تقوم بلحامه اول باول. هنلحم دلوقتي البريدج ريكتفاير مع مدخل التيار المتردد. والطرف الاخر في البريدج ريكتفاير مع المقاومة. يبقى السلكين اللي لونهم ازرق دول التيار الكهربائي المتردد الحكومي،
كان في ناس اقترحت عليا ان انا اعلق على الفيديو اثناء عرض الجزء العملي، فبصراحة انا بعتبر ان الجزء العملي شارح نفسه القطعة ويتم لحامها ويتم عزلها، فمش محتاجة مني تعليق. ياريت لو في التعليقات يعني تقولولنا هل تفضلوا ان انا اتكلم كده اثناء التجميع ولا اخلي الفيديو هو شارح نفسه، ياريت عشان نعرف بس الوضع ازاي يعني. طيب نكمل كده. اطراف التيار المتردد تم عزلها، هجمع سلكين التيار الداخل مع بعض واربطهما سويا. اما المكثف الالكتروليتي فهيتم توصيله. لاحظ ان القطع كلها قطع قديمة ومستخدمة، لكن طبعا فحصتها قبل ما اقوم بعملية التجميع. دلوقتي الطرف الموجب هوصله بالموجب بتاع المكثف بالكاسود بتاع الزينر ديود. فجبت سلك احمر وطولته شوية وربطته لحمته مع الزينر، والطرف التاني هوصله مع المكثف الالكتروليتي الموجب منه واقوم بلحامه. وألحم الموجب مع موجب البريدج ريكتفاير. هجيب سلك لونه اسود كطرف سالب وهطول السلك اللي لونه اسود وهوصله مع الانود بتاع الزينر ديود. الطرف الثاني للسالب هوصله مع المكثف. الآن هوصل الطرف السالب من البريدج ريكتفاير مع الطرف السالب للمكثف والزنر. هبدأ أعدل الدائرة الكهربية بحيث إن أنا هجيب هيتش رانك كبير وأركبه. لاحظ الليد فيه طرف موجب وفيه طرف سالب، لازم تتأكد من الأطراف مظبوط قبل ما توصل وإلا الليد مش هيضيء. اللمبة دي متوفرة عند الناس اللي بتبيع اكسسوارات سيارات، وموجودة عند الناس اللي بتبيع كهرباء السيارات والموتوسيكلات وكده. وصل تيار كهربي. اختبر الدائرة الكهربية قبل ما اغطي عليها بالهيتش رانك. الحمد لله شغالة تمام. استحسن تسيبها شغالة ساعة عشان تتأكد انها شغالة مظبوط، بعدين تقوم بعملية العزل للقطع الالكترونية تماما. دي دائرة كهربية تصلح لتشغيل لمبات صغيرة مثل تلك.
التيار الناتج عنها ممكن يكون 40 أو 50 ملي أمبير. نجربها مرة تانية بعد ما عزلناها. هنفك اللحام الشق التاني من الفيديو، هنركب فيه لمبة الليد داخل لمبة محروقة. لاحظ امامك سلك التنجستين واقع داخل اللمبة. باستخدام المنشار هنقوم بقص الجزء الألومنيوم من أسفل واستخراج كل ما بداخل اللمبة من زجاج وأسلاك، والمفروض تلبس أدوات وقاية. بصراحة ما عنديش، فأنا معذرة. هنا هلاحظ ان الليد مش داخل في اللمبة الزجاجية. هبدأ باستخدام الزرادية هبدأ اقص شوية من الزجاج قليلا حتى اسمح بدخول الليد داخل اللمبة. بعدين ممكن تغسل الزجاجة بتاع اللمبة بشوية فيري في المطبخ ولا حاجة. باستخدام السيليكون او ماكوت الشمع ممكن نثبت لمبة الليد داخل الزجاجة. المفروض استخدم جوانتي اثناء العملية. في طرفين في الجسم المعدني للمبة من اعلى، انا وصلت الطرفين بتوع اللمبة. المفروض ان الجسم المعدني يكون هو الطرف السالب والرأس هو الطرف الموجب. للأسف انا وصلته بالمعكوس، بس المهم انت تكون عارف ايه هي الاطراف. بعدين باستخدام سلوتيب او لاصق اتركه 4 ساعات حتى يجف السيليكون. بعدين باستخدام فرشاة يمكنك تنظيف بقايا السيليكون. هذا ورق معدني لاصق يمكنك استخدامه لتثبيت أجزاء اللمبة، وفي نفس الوقت التأكد من إن أجزائها موصلة جيدا للكهرباء. في الختام شكل نهائي للمبة.
أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.